أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. بسم الله. قلت أنا تنهضر على ذاك السيد اللي وقع لي معاه المشكل على حساب القايد. أنا سنين وأنا هنايا في هذه القنطة، عندي كراسة ديال القلية، أول واحد دخل كراسة ديال القلية لمدينة الجديدة، وعندي الرخصة ديالي من 2011. دابا هذا العام تنتفاجئ تيقول لك الناس لغاو الرخص وكراو هذا البحر هذا. دابا جاوا بغاو يحيدوني، جا عندي القايد قال لي تحيد، قلت لي ما غاديش نحيد. ناض ضرب هرس لي الجاج ديالي، قلت لي هاد الناس كلهم تيعرفوني، هرس لي الجاج. من هرس لي الجاج هزيت موس، قلت لي انا غادي نموت. علاش؟ عندي 9000 فوس كنجري عليهم، ما عنديش بديل الا هذيك الكروسه. دابا هاد الناس تابعوني في المحكمه، صيفطوني ولاو باغيين يهبطوني للحبس، داوني 48 ساعه من بعد خرجت. مني خرجت ولاو شادين لي الكروسه، درك تيقولوا لي حتى الحكم. انا دابا غادي نعلن اعتصام ديالي باش غادي نمشي نعتصم في البلديه، ما عنديش بديل. انا طيب حبس، عمري كامل مشى حبس، بنزطراشي براسي وسط المجتمع، وهاد الناس هادو باش يعاونوني ويساندوني بالعكس مركين عليا، ما خلينيش ندمج راسي وسط المجتمع. هاد الناس دابا كنطالب منهم انا يديروا لي شي حل. انا سنين وانا هنايا في هاد القنص، وعندي 9000 نفوس، انا ما عنديش شي بديل على هاد البلاصه هادي. دابا كنطالب المسؤولين كاملين يشوفوا لي حل ديالي. انا راه ما غاديش نحيد من البلديه، دابا غادي البلديه غادي نعتصم فيها، ما غاديش نحيد. علاش؟ ما عنديش شي بديل اخر. التصويره ديال الكروسه ها هي،